Satnam. Welcome to Kundalini Yoga from home. النهارده هنعمل مع بعض تمرين مفيد جدا لسلسله الظهر وبيدي طاقه كتير. واحلى حاجه على التمرين ده ان هو it increases your breath capacity, your efficiency and capacity. ده معناه ان احنا يعني efficiency معناها ان انا اقدر اعمل حاجه في اسرع وقت possible, right? وكاباسيتي قدره التحمل. فاحنا مشكله عندنا في حياتنا ان احنا عندنا الرئه بتاعتنا بتبقى من الزور لغايه تحت هنا اهو, بس من كتر ما احنا متعودين بنعمل الحاجات بسرعه وما بنفكرش في النفس, النفس بتاعنا دايما بيجي من الصدر بس, نفس سطحي. فما ده بيحصل باستمرار, ده معناه ان انا rather than use my whole lungs for breathing, بدل ما انا بستعمل الرئه كلها عشان تديني طاقه واستعملها للتنفس, بستعمل جزء صغير قوي منها. طب ايه المشكله؟ So what is the difference? مشكله بالظبط ان احنا نتخيل ان انا اشتريت عربيه جديده, عربيه حلوه بقى, مرسيدس, بي ام, بورشا, وات ايفر الحاجات اللي بتحبوها يعني او بتتمنوا انه عندكم. وطبعا العربيات دي بيبقى فيها انجن, a very very strong, a very fast engine. فاحنا البني ادمين اتخلقنا وعندنا الانجن اللي هي the hearts and the lungs, and this engine can move us very fast in life. بس لو انا مش بستعمل the full capacity of my engine, بستعمل بس جزء منها, ده طبعا بيبقى معناه ان انا I have a potential من جوايا ممكن استعمله, but I'm not using it. فعلشان كده النهارده هنستعلم التمرين ده. نوع التمرين ده بيديك زي elasticity, يعني زي مرونه في in the upper chest, علشان نعود الرئه انها تفتح full and to close. وما بتفتح full we teach the lungs, بنعود الرئه انها to expand and to contract. When you expand you take in more oxygen, when you contract you exhale more toxins. اوكي هنبتدي بان احنا هنبقى قاعدين عادي جدا, هنجيب الايد على الرجلين, هنقفل عينين وهناخد نفس لقدام وهنطلع النفس لورا. مع النفس لقدام بفرد ظهري لغايه قدام قوي, مع النفس اللي ورا بتني ظهري لورا خالص. نفس لقدام ونفس لورا, مهم ان كتفي يفضل على the same level as my hips. مش بنعمل كده اهو, مش مرجحه, بنفضل هنا اهو. اوكي هنبتدي مع بعض, هنعمل ممكن نعمل 54 عدد. نقفل عينين and begin. ناخد نفس, نكتب النفس, نطلع النفس and relax. ناخد نفس, نطلع النفس. Good job, well done. احنا عملنا التمرين ده النهارده لمده 45 مره, 54 مره. You can do it up to 108 times. ممكن نعملها لغايه نعد 108, او ممكن حتى نعمل دقيقه, دقيقتين, 3 دقائق, 5 دقائق, لغايه ما نقدر نطلع ل 11 دقيقه بنحرك الظهر بالطريقه دي. And it will increase your energy, your breath capacity and قوه ارادنا على الحياه. اوكي okay. سادنا.
May the long time sun shine upon you. Oh, love, surround you. And the pure light within you. God.